عايزكم تخلصوا الشغل ده بسرعه وباي طريقه، وعايز اعرف اي شريحه بتاثر عليه الدواء ده في المجتمع. شايف ان ده كتير يا مستر شريف؟ بقول لك يا مصطفى، خلص الشغل اللي في ايدك وكفايه البوظان اللي انت عامله في الحضور والاشراف. اقسم بالله، اقسم بالله كمان مره، انا اكتر واحد ملتزم في الشركه دي، اسال جان والله العظيم. رد عليه انت بقى يا ست جان. لا فعلا مصطفى مثال للالتزام والاحترام، عمره ما جاف معاده. ايه يا جان، في ايه؟ باسم الصليبي حتى لو مصطفى في ايه؟ لا انا قصدي ان عمرك ما جيت في ميعادك متاخر، طول عمرك اون تايم. ايوه، ايه لازمه التقطيع دي؟ ما تقولي مره واحده. بقول لكم ايه؟ يلا قوموا بقى خلصوا الشغل اللي في ايديكم، يلا بسرعه. من بكره احنا اشتغلنا النهارده. اكيد اشتغلنا امبارح. لما اشوف ده ما اجيب اجازه. الو انا بره، اطلعي لي، عايزك في حاجه. في حاجه؟ ايوه. طيب اوكي، انا بلم حاجتي، انا كده كده طالع. اوكي باي باي. ايه خير؟ خير، عن اذنك. ماشي يا مستر. ما تخليك قاعد معايا. لا ليه، يلا انا هاخد. انت عايز في حاجه؟ يلا. ودي ايه ده؟ العلبه زهقت. السلام عليكم. بالراحه. حاضر يا حبيبي. سلام مستر شريف. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ افتحي. دي علشاني انا؟ انا علشاني. ايه المناسبة؟ عادي، اعتبريها دي خطوبتنا. ميرسي يا عماد، بجد ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا انت كمان. لا بس برافو، كمان اللون اللي انا بحبه. انا لقيت حل عظيم لموضوع الشقة. هايل، كلمت طنط؟ لا، انت عارفه ان شقتنا في مصر الجديده كبيره، لو خدنا منها اكستنشن هتبقى عباره عن اوضتين وصاله ومطبخ وحمام، بقت شقه مستقله وفي نفس الوقت ماما قاعده معانا. بجد؟ انت عارف يعني ايه مستقله؟ مستقله يعني ابقى لوحدي، انا مش هقعد مع حد. مين قال لك ان احنا هنقعد مع حد؟ اقول لك شقه مستقله يعني ليها باب لوحدها. انا هقعد لوحدي يعني هقعد لوحدي؟ مامتك بقى تروح البيت، تروح التجمع، تبيع شقتها، تتصرف، انا ماليش فيه. وانا مش هقدر اقول لها اطلعي من الشقه، او هقدر اقول لها الكلام ده اصلا. هو انت فاكر علشان انت جبت لي الموبايل هديه فانت هتضحك عليا وانا هقول لك اوكي انا موافقه؟ ده انت ساذج قوي. جان احترمي نفسك. احترم انت نفسك. ولما تلاقي حل للموضوع ده تبقى تكلمني في التليفون ده بعد اذن ماما طبعا. ميرسي قوي على التليفون. ممكن اقعد معاك؟ اه طبعا، اتفضلي. طب ممكن اسالك سؤال؟ انا بدل سمحتلك تقعدي معايا يبقى مسموح لك تسالي اي حاجه، اتفضلي. هو حضرتك ليه كده؟ كده ازاي؟ مش عارفه يعني، في حاجه نفسك تقولها او نفسي اعرفها؟ المهم في حاجه مش فاهمها وعايزه افهمها. خلاص جمعت. هو حضرتك ليه فيك حزن خافي؟ يمكن عشان عايش لوحدي. وحضرتك متجوز؟ كنت متجوز، الله يرحمه. الله يرحمه. بس عندي اولاد. هما فين؟ عايشين بره، مش عايزين يرجعوا. ليه؟ عايشين بره، واحد متجوز والتاني مبسوط وحابب الحياه هناك. هناك فين؟ في امريكا. ما ده مستقبلهم برضو، من حقهم انهم يختاروا. دي ايه الانانيه دي؟ وابوهم اللي ضحى بحياته كلها عشان خاطرها. انا ضيعت فرص كتير قوي عشان. طب ما تروح تقعد معاهم هناك. انا بحب العيشه هنا وكاره العيشه هناك. انا قلت لهم يعني اللي فاضل في حياتي قد ايه، ما تيجوا تعيشوا معايا هنا وبعدين يبقوا يعملوا اللي هم عايزينه. بعد الشر عليك. عارفه اكتر قضيه خسرانه في حياتي هي الاولاد. ساعات بفكر ان انا لو ما كنتش خلفت كان زماني دلوقتي قاعد مبسوط، ولا وحشيني ولا نفسي اسمع صوتهم. ايه القرف ده؟ ازاي واحد بيتجوز يعمل كده؟
ايه شغل المراهقين ده؟ ليه كده؟ خلاص؟ والهانم بقى اللي جابت اللابتوب وجت ما قالتلكوش انا بعمل كده ليه؟ نعم يا حبيبي. شش بس بس ايه ما تقوليش بس بقى. الهانم منع نفسها عني بقى لها فتره. انت كذاب على فكره عشان الكلام اللي في الرسائل ده من بدري. انا مش كذاب يا امال، حتى واحنا مع بعض طول الوقت خناق ونكد وقرف. ايه؟ انا بشر على فكره. انا غلطت بس هي كمان غلطانه. يمسح الاكونت ده دلوقتي يا عم. ماشي امسحه. امسحه يا امجد، وهو مش هيعمل حاجه تاني. بس لينا حساب في البيت يا امجد، وما تبقيش تزعلي بقى لما اجيبهولك مطرود. شفتي بقى طريقتها؟ مالوش لزوم الكلام ده. انا نفسي بس ما يصعبش عليكي، اصل انت دايما شايفاه مظلوم. اسعدي جوزك في بيته، عمره ما هيعمل حاجه تزعلي. يعني برضه طلعتيني انا اللي غلطانه؟ اه طول الوقت كده صوت عالي وقرف. انا مش بقول ان انت اللي غلطانه، انتوا الاثنين غلطانين. ايه يا اخي، انت ناسي ان عندك ابن؟ قرفتني يا اخي. تعرفي انك بتفكريني بنفسي اول مره خرجت مع واحده ست غير مراتي؟ كنت قاعد زيك كده بالظبط، اني كنت فاكر ان انا بعمل حاجه غلط. بس احنا بنعمل حاجه غلط. ليه بتقولي كده؟ انت ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك، ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما بنتكلمش في شغل، ولو كان في بينا شغل كان المفروض نقعد نتكلم في المكتب. هدي للسؤال المهم، هو انا عايز منك ايه اصلا؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحب مراتي، وانتي بنفسك قلتي لي انك بتحبي جوزك، صح؟ صح. شوفي، هو في ناس كتير قوي بيعتقد انه ما ينفعش يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين. انا شايف ان الكلام ده فيه مغالطه او فيه تعميم. يعني انا وانتي مثلا اصدقاء، انا اقسم لك بالله انا مش عايز منك اي حاجه غير ان احنا نتكلم، وعارف كويس جدا انك متوقعه مني نفس الحكايه، مجرد ان احنا نتكلم. ايوه بس انا اللي مضايقني لاني امبارح كنت في حضن سيف، والنهارده مع راجل تاني. انتي ليه شايفاها كده؟ قولي لي هديل، هو انتي بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير في التلفزيون؟ جامد. بس انا فعلا عمري ما خبيت عنه حاجه. انا شايف انك بتبالغي شويه او اوفر. يعني ليه؟ لانه من خبرتي في الجواز مثلا احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عن بعض. بس انا عمري ما خبيت حاجه عن سيف، وبعدين ما ينفعش تعمم في حاجه زي دي. فعلا عندك حق، بس تفتكري هو سيف او مراتي ممكن يستوعبوا الصداقه اللي بينا دي اصلا؟ لا طبعا، اذا كنت انا اصلا مش مستوعباها. انت ليه بتقول اصلا كتير؟ تعرف انك اول حد في الدنيا يقولي ان انا بستعمل الكلمة دي كتير؟ انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا. اصلا هديل بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابة من قلبك. يعني بصراحة، انتي من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون في علاقة صداقة بريئة بين راجل وست متجوزين، ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده؟ صراحة بصراحة انا لا اعتقد. أنا لا أعتقد إنه سليم. إيه اللي بيخليكي تقولي كده يعني؟ ما بتحتاجيش تقعدي تتكلمي مع حد وتدردشي معاه زي ما إحنا بنقعد نتكلم وندردش مع بعض؟ عندي صحاب كتير ممكن يسمعوني، لكن عارف؟ كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للراجل، حتى لو كنا بنقول نفس الكلام. صحيح، ما جربتيش قبل كده انك تتكلمي مع صحباتك عن الصداقه اللي بينا؟ حكيت لهم بس يعني مش كل حاجه، لان هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش. فاهمك. مش عارف يعني،
بس حكيت لهم اصلا. فعلا اصلا. شقية انت، انا عارفك. بلي مبروك علينا يا قمر. كده تمام. هو ايه اللي تمام؟ تمام يا محسن، مبروك يا حبيبي، اتجوزت. انا اتجوزت صح. طيب انا هستأذنكم بقى، هاخد القمر كده وادخل احتفل بالعرس الجميل ده. وانا همشي. لا تمشي، انت بتهزر. انا عايز اقعد معاك شويه. ما يخرب بيتك، انت قلت لها ايه؟ ما قلتلهاش حاجه، بس هي البنت شكلها عايزه تقعد وتتكلم معاك شويه. محسن ما تلبسنيش في الحيط. يا عم حته ايه بس، عيش وتعايش. يلا بينا يا قمر. قريبة نور؟ بنت خالتها. وإيه رأيك؟ في إيه؟ في جواز نور؟ الجواز سطر. بس ده جواز عرفي. برضه سطر. جواز عرفي إزاي سطر وهو ما فيهوش لا حياة ولا بيت؟ مجرد اتنين بيناموا مع بعض. أنا آسف يعني إن أنا بتكلم بصراحة كده. لا ما تعتذرش، انا ونور من 5 سنين اتجوزنا بنفس الطريقه دي وفي نفس الشهر تقريبا، واتطلقنا ورا بعض برضه لاني ما عندناش فلوس ولاني ملناش اهالي اغنياء زيكم، فكان قدامي سكه من اتنين، الاولى اني امشي في طريق اللي انت عارفه، اني ابيع كل يوم نفسي لواحد شكل، واخرتها لا اما حبس لا اما ضياع وخساره كبيره. السكه التانيه اللي انت شفتها دلوقتي قدامك، اللي نور عملته، اني اتجوز عرفي ومرتب شهري يعيشني مرتاحه، راجل يعني بيصرف عليا ويبقى قدام ربنا مش بعمل حاجه حرام، وهو بينبسط وانا برضه بنبسط. فهمت. طب ايه؟ ما تفكر وتنجز بقى. انت لما بتقفي قدام المرايه ما بتتكسفيش من نفسك؟ انا واللي زيي ما عندهمش مرايه لكشف العيوب. اللي زينا مرايتهم اتكسرت من زمان. زي ما احنا اتكسرنا. بقول لك ايه؟ ما تفكك من جو الدراما اللي انت معايشني فيه ده وتلف لنا ذكرتين احسن. احسن فعلا. يلا بقى يا بنات انا تعبت. يا سارة هديل يلا بقى اتفضلوا. بصي يا ستي هنقي حجر تاني علشان ممكن يتلبس على كذا. بالراحة بالراحة، انا لسه ما قلتش حاجة. تتكلمي بسرعة قولي. طب ممكن تركزي معايا؟ اوكي. هنقي الحجر ده علشان يبقى اكبر شوية، عشان ما يبقاش كله يبقى فيه سيمترية، هيبقى دمه تقيل. لا انا مش فاهمة انت قصدك ايه بالظبط. ايه الغباوة دي؟ يا جماعة أنا مش طايقة نفسي. أكيد هتتحل يا يوي. حمزة مش ممكن يوافق يقدم البرنامج بالشكل ده. وأنت إيه اللي مخليكي متأكدة للدرجة دي؟ ما هو مش هيتكلم عن السياسة والحياة في برنامج بيقدمه 2 ستات. وهو أنت ما كنتيش عارفة الكلام ده من الأول؟ من الأسف كنت عارفة. غلطت. بس مش عارفة في إيه؟ في حاجة كده كل ما أركبها على بعضها في البرنامج ما بتمشيش. ما تسبقيش الأحداث. لازم تاخدي حجر اكبر وتحطيه في الكليه علشان ما تحسيهوش معقول. ممكن تركزي؟
مركزه صدقيني يا هدين، مركزه اهو. ايه صدقيني دي؟ ايه الجو الكفتيسي اللي انت عايشه لي فيه ده؟ جو كفتيسي ليه يعني؟ ايه علاقه كلامي باني مسيحيه؟ هو انتوا كده ما بتحبوش تحلفوا؟ طب قولي والله. مش هحلف علشان حرام. شفتي؟ احنا بقى عندنا حلفان حلال. يا ستي خليكي في حلالك وسيبيني انا في حلفاني، انت مالك ومال الله؟ الله مش صاحبتي؟ يعني صاحبتك تدخلي في بقي؟ الله الله ايه؟ ايه الحوار ده انت وهي؟ ما اللي عايزه تحلف تحلف واللي مش عايزه خلاص. المهم ان انتوا تكونوا صادقين، ده الاهم عند ربنا. يا جامد. يا بنتي احنا عندنا في الانجيل منعنا ان احنا نحلف، وبعدين عندنا ايه بتقول لا تحلفوا البتة، وبتة يعني بتاتا. يا رب نكون فهمنا. انا بصراحه مع ساره، المهم الواحد يكون صادق في كلامه. انت عارفه ايه مشكلتك يا هدير؟ ايه؟ ان انت متعصبه. انا؟ ايوه متعصبه، وعلى طول حاطه المواضيع دي في دماغك. انا مش فاهمه ليه. انا اللي متعصبه ولا انتوا اللي طريقتكم غريبه؟ احنا اللي طريقتنا غريبه ولا انت اللي متخلفه وعلى طول بتتفرجي على افلام متخلفه زيك؟ انا؟ ايوه انت، من وانت صغيره على طول تشوفي الراجل المسيحي طالع لابس صليب كبير وماسك في ايد خمره والايد الثانيه لحمه خنزير وشعره منكوش علشان بس يثبت انه مسيحي، صح؟ انا؟ ايوه انت. ده انت بنت زباله. اوعي. انا بجد معاكي يا جان في حكايه الافلام ديت، بس كنت عايزه اقول لك على حاجه كده من غير زعل يعني. لا مش هزعل. ليه المسيحيين الكبار في السن يعني بيبانوا ان هم مسيحيين؟ يعني تلاقيهم لابسين نفس اللبس، عاملين نفس التسريحه، بيمشوا بنفس الطريقه، حتى بيتكلموا بنفس الطريقه. يعني تشوفي كده على طول تقولي ان هو مسيحي. جبت انا حاجه من غندي اهي. لا على فكره مش في كل الطبقات، في الطبقات العليا مفيش كده، ولا في الشباب حتى. يعني هقول لكم حاجه، لو انا عملت كده هتعرفي انا مسلمه ولا مسيحيه؟ اه وعظمه زرقاء كمان. تاتك قوي. يخرب بيتك يا دي، على فكره انا قريت قبل كده حاجه عن عظمه زرقاء دي بس مش فاكره كانت ايه. نسيت. ما خشي بقى منطقتك. اكيد منطقتي. هشكيكي دلوقتي. عارفين ايام الحاكم بامر الله في الدوله الفاطميه؟ هو كان شيعي في اول حكمه يعني، بس كان مضطهد المسيحيين جدا. فقرر ان كل المسيحيين وهم ماشيين في الشارع يلبسوا صليب من حديد، معمول من حديد. تقريبا كان كذا رطل يعني، وقعدوا كده شهور كتير جدا لحد ما قرر ان هو يعفو عنه. مطرح بقى ما كانوا لابسين الصليب الكبير ده، الحته دي بقت زرقاء فسموهم عظمه زرقاء. فهمتي يا متخلفه؟ لا. متخلفه؟ انا متخلفه؟ اه متخلفه. عمرك سمعتي عن الكلام ده؟ قريتيه في حته؟ لا. تبقي متخلفه ولا ايه؟ صح. اكتر حاجه بحبها فيك يا جان ان انت مثقفه وقاريه كويس قوي في دينك. الموضوع مش موضوع ان انا مثقفه في ديني، انا بحب اقرا التاريخ عموما. يا جامد والله. صدقيني. الو. لسه كنت بفكر فيكي، وحشتيني. وانتي كمان يا سو، ايه الاخبار؟ مفيش، العيال عندي. وطبعا كالعاده هديل وجان ماسكين في خناق بعض، واحده تقول والله والتانيه تقول صدقيني. قولي لهم انهم وحشوني قوي. هحطك على السبيكر، يلا خدي كلميهم. وحشتوني قوي يا اندال. ازيك يا هبله؟ شرم حلوه جدا. مال صوتك يا بوبا؟ مفيش. لا 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 مش عايزه نكد، ابوس ايدك. الظاهر يا جماعه انا مغناطيس للنكد، كل ما اروح حته الاقي ورايا. ليه يا بنتي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ لما اجي. طب اوعي يا بنت تطلعي حد معاكي الاوضه. فاكره يا بنت لما كنت بتعملي كده انت والواد سيف؟ البت دي نكديه، اقفلي السكه في وشها. اقفلي السكه في وشها. باي يا بوبا. يا ساتر. أيوة. يا رب. كلمي شريف وخدي ميعاد معاه بكره الصبح. ليه انت قررت ايه؟ اهو بهجت المحامي لسه ماشي دلوقتي وفهمت منه شويه حاجات. طب وانت محتاجني في ايه بكره؟ انت رايح عشان عقدك، انا عادي ما فيهوش اي شرط جزائي. ممكن تخلصي وتعملي اللي بقولك عليه؟ خدي ميعاد من شريف وما تتكلميش في اي حاجه في التليفون، فاهمه؟ حاضر. خلاص يا بنات، انا كده اتاكدت انا بكره هسيب البرنامج. طب ولا يهمك، ان شاء الله هتجيلك فرصه احسن منها. اكيد ربنا هيعوضك. ربنا هيعوضك؟ اه. ايه؟ صدقيني. في ايه؟ ايه القرف ده؟ قرف ايه؟ شفتيني قلت لها اذهبي انت في حمايه الرب. انت عايزه ايه هديل النهارده؟ عايزه ايه هديل؟ معلش ممكن تيجي توصليني؟ لا استني شويه، ما تمشيش دلوقتي، معلش متضايقه شويه، عايزه اقعد لوحدي.
معلش وانا كمان عرفت من البت دي وانا هخسر البت دي الفتره اللي جايه. يلا في ايه؟ انتوا ليه ضربتوا الليله بسرعه قوي كده؟ يلا 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 انتوا غلسين قوي. هاني عامل ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن وانت جاي يعني تقف على اي سوبر ماركت تعمل لنا شويه جروشريز؟ انا مش فاضي يا ديلي، انا عندي شغل. وبعدين اطلبي الدليفري. الدليفري قفله خلاص، استني للصبح واشتري اللي انت عايزاه. ايوه بس انا جعانه. اطلب من اي مطعم يا هديل، ما انت عارفه انا لا بحب اخش السوبر ماركت ولا اشتري من السوبر ماركت. ماشي يا سيف، اقفل يا سيف، انا غلطانه ان انا كلمتك اصلا، اقفل. اه طبعا غلطانه. مدام سارة؟ اتفضلي، مبروك. بوزيتيف. أنا من رأيي إنك ما تفسخش العقد، تطلب منهم برنامج جديد لغاية ما تسمع الخريطة. مش حمزة البسيوني اللي يحط نفسه تحت رحمة حد. بس المهم أنا اللي غلطان اللي سمعت كلام واحدة زيك. أدي آخرة اللي يمشي ورا النسوان. بت زيك تدبست التدبيسة دي. ما ترسلك على بر، مرة ولا بت ولا ولية ولا إيه حكايتك؟ مالكيش طعم، شوية كده وشوية كده. هتعمل إيه؟ أعمل إيه يعني؟ بعد ما نخلص الميتنج مع شريف هروح على مكتبي ألم حاجتي وأمشي. متعودة على كده خلاص. طب ما أقول لك على حاجة صحيحة، ما تروحي تعملي لي كام أغنية من اللي أنت متعودة عليهم دول. إيه اتعودت تاخدني من الأقسام ولا إيه؟ لا طبعًا. هستنى شوية بقى أشوف هعمل إيه. وهتصرفي على نفسك منين يا فلحة؟ أرد عليك بطريقتك؟ وأنت مال أهلك؟ أحسن، شمتان فيكي. عشان تترزع في البيت وبطلي صياعه. زين خليك هنا ما تتحركش. ماشي يا باشا. اوعى تعمل حاجه كده ولا كده، كفايه اللي حصل امبارح. سبريسو. خلاص بقى يا مختار روق. يا عم خلاص مشكلة وعدت، وأنا شديت هشام ونبهت عليه إن ما يتكررش تاني. يا ميخا بقى. ماشي خلاص، أستناك تعدي عليا لما تيجي. يلا مع السلامة. الواحد من دول يجي لك القناة
مذيع ولا شيف، ابوه وامه في البيت ما يعرفوهوش اصلا، يبقى نجم يبدا التنطيط والقرف. حضرتك بتتكلم على مين؟ الشيف مختار، حصلت معاه مشكله على الهوا كده وعامل لنا فيها شوشره، بس عادي مشكله وعدت يعني، مش علق المشان الولاد. حمزه بيه، ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ بخير اشكرك. ايه شرحت لك وجهه نظري؟ الحقيقه انا كنت في الحقيقه ايه وصلت لي وجهه نظرك بالتفصيل، واحنا فضلنا سهرانين على الموضوع نشتغل فيه. ووصلنا لحل يرضيكم كقناة محترمة، أنا ماضي معاها عقد. في نفس الوقت يخليني أعرف أشتغل كويس وتستفيدوا من وجودي. وإيه الحل ده بقى؟ أنا جالك الكلام أهو. بص يا سيدي، البرنامج هيفضل اسمه زي ما هو بالظبط، هتضاف له كلمة واحدة هقولها لك في آخر كلامي. المهم البرنامج عبارة عن ثلاث فقرات. لا أربعة بالإنترودكشن. أوكي. ما علينا، أربع فقرات. أنت عامل التارجت لمين أصلاً؟ الستات. كويس. إيه رأيك بقى لما نخلي التارجت للستات ويضاف لهم جمهور رجالة؟ وده هيحصل إزاي بقى غير في الفقرة بتاعتك؟ هيحصل في حلقة واحدة بس، إن أنا أكون موجود من أول الحلقة مع فوزية وجمالات. ماهي يا باشا؟ ماهي يا حمزة بيه؟ يا سيدي ماهي، جمالات، فتكات، المهم إن هم هيتناقشوا في أي قضية من وجهة نظر الستات، وأنا هكون موجود بمثل دور الراجل بس، أتكلم في قضايا قانونية نفسية بس، أبقى أنا عكس كلامهم يعني، أبقى موجود كراجل في الحلقة. والله يا حمزة بيه بس أنا ليا رأي، أنت تبقى فقرتك يومين بس في الأسبوع، فكرة حلوة قوي. شفتي بقى أنا مفيش مشكلة ملهاش حل. يبقى اسم البرنامج. آه صحيح، إيه الكلمة اللي عايز تضيفها؟ اسم البرنامج إيه دلوقتي؟ قعدة ستات. هتضاف له كلمة واحدة، هيبقى حمزة في قعدة ستات. برافو برافو يا ايه. ميرسي. انا وافقت. لا طبعا، مع حضرتك الخير والبركه. ميرسي. برافو يا ايه. انت ايه بالظبط؟ حمزه البسيوني. طب ليه ما قلتليش ان انت هتعمل كده؟ اقعدي ترغي بقى وتقرفيني. المحطه عندكم فيها مشاكل كتير. يعني ايه مشاكل كتير؟ فيها ايه؟ انت مالك؟ انت تشتغلي وانت ساكته. تعرف؟ دي سابوسك. احترمي نفسك. اصل الفكره جامده جدا يا حمزه. حمزه سوري، حمزه بيه، حمزه باشا، عم حمزه، حمزه فندي. رخيصه 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 رخيصه. طب طلعت جامد موت. احترمي نفسك واقول لك. انت خدت البرنامج في حته تانية خالص، غيرت شكل البرنامج، حتى اسم البرنامج خليته ليك، يعني انت بقيت البطل. بس انا ازاي تعديني فكره زي دي؟ اصلا انا هوصل لحضرتك على حاجه صغيره كده، في فرق كبير ما بين طريقه تفكيرك وطريقه تفكيري طبعا. زين يا استاذ. يلا يا ابني. رايح فين؟ امشي. تمشي ايه؟ احنا لازم نفضل قاعدين على الشغل الجديد اللي انت قلته النهارده. هتجنن وانام، ما نمتش. طب خلاص سماح، روح نام وارتاح، وبكره الصبح لازم نشتغل على الشكل الجديد. المهم ان انت تجتمع بيهم وتفهمهم الشكل الجديد، وطبعا مش عايزه فقاقه حتى، انا عارفك نبيهه جدا، تقولي لهم ان انت اللي فكرتي مش حد تاني. يلا يا ابني. ربنا يخليك ليا. لا ميرسي قوي. استاذ. نعم. ممكن اقعد مع الاستاذه ايه هنا من فضلك؟ لا يا زين ليه؟ لازم تروح مع الاستاذ. لا يا زين خليك. بس ما تاكلش اكل الاستوديو، لو جعت حبيبي قول لابله ايه. حاضر يا استاذ حمزه. هي كريمه موت. باي باي. باي. استاذه. ايوه. انا جعان. بصي دي ودي كمان، ايه رايك؟ بس دي مناخيري فيها كبيره. كبيره ايه يا هبه؟ حرام عليكي، بس انت مش شايفه ولا ايه؟ انت اللي حرام عليكي، بس انت مش شايفه ولا ايه؟ طب بصي والله ما بهرج، انت بس اصبري عليا خلي لك الصور دي حاجه تانية خالص. طب هستلمهم من امتى؟ انا راجعه بكره، يعني اديني 3 ايام كده اظبط فيهم واعمل ريتاتشنج بقى واخلي الحاجات اللي انت عايزاها تحصل وادهم لك. اوكي. اتفضلي. ايه ده بقى؟ دي الفلوس اللي اتفقنا عليها. طب مش لما اسلمك الصور الاول؟ لا خليهم معاكي انا ضمناكي، تعالي سكي. طيب طب اخد نصهم طيب وبعد كده؟ لا لا. طب نعدهم بقى ما دام الحوار كده يعني، مش انا بهزر. مش عارفه ازاي مش عاجبينك الصور دي. انت متجوزه؟ اه. ايهاب تحبيه؟ بموت فيه بصراحه، وهو كمان، بس انا مش عارفه ليه هو بيحبني قوي كده. بيشتغل ايه؟
عنده محل ورد صغنون في الزمالك وبيعمل ديكوريشنز لافراح وكده. انا عايزه اقولك اصلا ان احنا اتقابلنا في فرح من الافراح دي، انا كنت الفوتوغرافر طبعا وهو كان عامل الديكوريشنز بتاعت الافراح، واتقابلنا وهو حبني واتجوزنا. انا كمان عندي مشات الورد، اصلا انا بحب الورد قوي. لا هو مش عنده مشات، هو عنده محل صغنون كده، بس في حاجه مميزه ان هو في لغه بينه كده وبين الورد محدش فاهمها غيره. هو مجنون شويه بس انا بحبه. وانتي بقى؟ انا برضو عندي لغه الورود. انا مش قصدي كده يا هبه، انا قصدي انتي بتحبي حد، اتجوزتي، ارتبطتي، في حد في حياتك، الحاجات دي يعني. انا شكلي قلت حاجه ما ينفعش اقولها وهسكت خالص، انا اسفه جدا يعني. لا خالص، بس انا ولا اتجوزت ولا مخطوبه ولا بحب. ليه كده؟ انت كده تعديتي حدودك. انا بس بسال عشان عايزه اطمن عليكي يعني مش اكتر. هزر معاكي، لسه ما جاش النصيب ولسه ما قابلتش الشخص المناسب. هتلاقيه اكيد. دي متفائله جدا. هتلاقيه. اسمعي الكلام. صباح الخير. صباح الفل. ازيك استاذ كمال؟ ازيك؟ الحمد لله كويسه. علياء صديقتي. اه طبعا، البنت اللي بتصور المعرض بشوفها في كل المعارض. طيب ودي حاجه حلوه بقى ولا وحشه؟ بدل بتشتغلي تبقى حاجه حلوه طبعا. طبعا. شكلكم بتتكلموا في حاجه مهمه، استاذن. لا خالص، خليك قاعد معانا بليز. لا عشان عايز احجز التذكره بتاعت الرجوع. انت راجع ازاي؟ طبعا بالطيران، انا ما اقدرش اقعد 6 ساعات في الاتوبيس. الحقيقه انا جيت بالطياره بس عايزه اروح اتوبيس عشان اتاخرت قوي في المطار 3 ساعات. لا لا، انا هحجز لك معايا، انا بتعامل مع شركه طيران كويسه قوي ومواعيدهم مظبوطه. بس كده هتعبك معايا. مش تعب ولا حاجه. طب ممكن ادفع ثمنها دلوقتي؟ مش لما ابقى احجز الاول؟ ماشي اوكي. هشوفك في المعرض الجاي. اكيد ان شاء الله. باي باي. باي باي. هبه، ايه التذكره دي امتى بتاعت الباص؟ بكره الساعه 8 بالليل. ليه؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بنتي. شكلك مش مبسوطه ليه؟ لا عادي مفيش. هو انت يا تيجي وتخلينا نتخانق انا وامك وتسيبينا وتمشي، يا تيجي وبرضه تخلينا نقلق عليكي وتسيبينا وتمشي. مالك؟ هو انتوا بتقلقوا عليا يا بابا؟ طبعا، مش معنى ان انا سايبك تتصرفي براحتك اني ما اقلقش. انا خليتك مسؤوله عن نفسك، لكن برضه احيانا بقلق عليكي من المسؤوليه دي. انت طلعتني كده ليه؟ عشان انا كده اتربيت، كده اتعلمت اكون حر في قراراتي من غير ما اغضب ربنا. وانت قريب لربنا؟ انت اول مره تساليني السؤال ده يا ساره. لا عادي، عشان بشوفك ما بتصليش وبتشرب، بتصوم رمضان بالعافيه عشان السجاير. انت مركزه قوي معايا يا ساره. طب كويس، طالما عرفتي السيئات اللي فيا يا ريت تعملي العكس، ولا انت بس تنقضي؟ لا هو اكيد الحوار ده مش هيخليك تفهمي غلط. وافهمي غلط ليه؟ اكيد في حاجات سيئه انت شايفاها فيا. ما تزعلش مني. وازعل ليه؟ ده اللي انت شايفاه، بس انت دخلتي قلبي. تعرفي علاقتي بربنا؟ انت عارفه قد ايه انا جاهدت عشان ابطل كل حاجة ممكن تغضبه؟ أنا شخصيتي فيها حاجات كتيرة مش كويسة، لكن بدعي ربنا إنه يخلصني من كل حاجة وحشة. أكيد أنا ما كنتش أقصد كل ده. بالعكس، أنا عايزك تقصدي. ربنا سبحانه وتعالى رحمته سابقة غضبه، كريم، والكريم إذا قدر عفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ولا تقنطوا معناها لا تيأسوا من رحمته. أنا كنت بشرب كل يوم، بس دلوقتي مرة في الأسبوع، وإن شاء الله هبطلها. أنا كل يوم قبل ما أنام بدعي ربنا إنه ما ياخدنيش وأنا لسه مقصر. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر ليه؟ دي حاجة لازم تحصل.
التغيير مش ضروري يكون مرة واحدة، ممكن يكون بالتدريج، بس انت وحظك بقى. على فكرة سارة، انا بقيت اصلي. انت عارفة الحاجة الوحيدة اللي زعلت في كلامك هي ايه؟ ايه يا ماما؟ لانك بتحكمي عليا باللي انت شايفاه من بره، كأنك مش عارفاني، مع اني انا عمري ما حكمت عليكي برضو باللي انا شايفه من بره، لاني ضامنك. تحكم عليا ازاي؟ مثلا يعني اصحابك اللي بيجوا يسهروا طول الليل، ولاد وبنات، انت فاكره ان انا مش عارف؟ اكيد عارف، بس انا واثق فيكي. انا متاكد انك مش هتستعملي حريتك دي للغلط. انا فاهمك ولازم تفهم ابوكي. انا ربنا مديني الفرصه اني اتوب لحد دلوقتي بحكم سني الكبير، لكن انتي لسه صغيره، ما تقعيش في الغلط اللي انا وقعت فيه. اعملي كده اسهل لك. اكيد يا بابا. بونجور يا حبيبتي. بونجور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كويس ان انتي جيتي. على فكره نشاهي بنتها خلفت، اعملي حسابك نروح نبارك لها. خد بالك يا حبيبتي، نفسي تجيبي بيبي صغنون كده نفضل نلعب بيه. كله بوقته صح؟